بعد توقف أكثر من 100 محطة إسالة في أقضية ونواحي محافظة بابل، وزير الموارد المائية يقرر زيادة الإطلاقات المائية لبابل ب 13 مترا مكعبا في الثانية. بعد هذه الزيادة غير الكافية، باتت حصة بابل 70 مترا مكعبا في الثانية. شح المياه أثر بشكل فعلي على 60% من السكان الذين يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على مياه الشرب. بسبب شحة الماء الخام للأيام اللي مضت الفترة السابقة، توقفت عندنا حوالي 110 محطة وحدة مجمعة على الجداول والأنهر الفرعية اللي هي من شط الحلة ومن نهر الفرات الرئيسي، اللي معتمدين على هاي المحطات اللي هي تقريبا يعني نسبتهم تقريبا نقول 50-60% من عموم المحافظة. فإحنا أملنا أنه تزداد الحصة ونقدر نوفر ماء خام للجداول اللي من خلاله نقدر نشغل محطاتنا. حصة بابل من الزيادة الأخيرة 31% فقط، والمتبقي هي حصة محافظتي الديوانية والمثنى. النسبة ستساهم في تشغيل المحطات القريبة من شط الحلة بشكل أكبر من الواقعة في أطرافها أو الجداول الفرعية التي سيبقى نظام المراشنة فيها فعالا بتوزيع المياه إليها بين فترة وأخرى. عمود شط الحلة بشكل بالدرجة الكبيرة ممكن أن يستفاد من هذه الإطلاقات، وكذلك محطات الإسالة الموجودة على عمود شط الحلة. أما فيما يخص نظام المراشنة، فنظام المراشنة إحنا يعني باقي مستمرين بالعمل به، لأن هو هذا النظام الوحيد اللي ممكن يحقق لنا عدالة بالتوزيعات المياه. رغم هذه الزيادة في إطلاقات المياه لشط الحلة، يبدو أن المناطق المتضررة من شح مياه الشرب والإسالة ستبقى على وضعها ما لم تتم زيادة حصص جداولها المائية الرئيسة لتوفير مياه لتشغيل محطاتها المتوقفة. صيف قاس والجفاف الذي ضرب نهر الفرات يضرب المياه الجوفية الآن، وإطلاقات وزارة الموارد المائية لن تروي عطش بابل. منها حيدر الشلبي، يو تي في.